أول مطعم تحت سطح البحر في أوروبا سيتخذ من الدولة الإسكندنافية النرويج مقراً له. المطعم الغريب من نوعه سيحمل اسم أندر وسيكون مصمماً بحيث يندمج تماماً مع التضاريس المحيطة به ليصبح جزءاً منها. جدرانه ستكون سميكة جداً كي تتحمل تقلبات البحر، كما سيزود بنوافذ ضخمة تمكن الزائر من رؤية محتويات البحر والأسماك من حوله.